كتير ممكن نشوف أو نسمع توقعات علماء الفلك والعرافين من باب التسلية مش أكتر، وتقول لك البرج الفلاني هيحصل له كذا وكذا ويعمل كذا علشان يتفادى الخطر اللي هيحصل له. الحقيقة ممكن من باب الصدفة يحصل، وممكن ربنا يستر وما يحصلش، ولكن هنفضل نقول برضو كذب المنجمون ولو صدفوا، حتى لو النبوءة بتتحقق، حتى لو التوقعات بتحصل، حتى لو كانت التوقعات خير أو شر. وبعد تحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف برحيل الفنان جورج الراسي، الفنانين كلهم حطوا ايديهم على قلبهم لو جابت سيرتهم في اي توقع. مفاجآت كمان كشفتها منتظراهم السنة الجديدة، يا ترى محمد رمضان تحديدا مستنيه ايه؟ الحقيقة الساعات اللي فاتت ظهرت اخبار عن توقعات ليلى عبد اللطيف، وكلنا عارفين ان تنبؤاتها بتجيب الارض، خاصة توقعاتها لسنة 2022 لما تنبأت برحيل مفجع لفنان من لبنان، ولكن هي ما حددتش مين بالظبط لحد ما توقعها ده اترجم على أرض الواقع ورحل جورج الراسي بطريقة صعبة جدا وحادثة أليمة أحزنت كل الوطن العربي. كمان رحلت مها أبو عوف وسمير صبري ورجاء حسين وأحمد حلاوة، اللي بيصدق كمان في عالم التنبؤات هيبدأ يخاف من توقعاتها، واللي مش مقتنع بكلامها هيقول ده عمرهم وقضاء وقدر، سواء كانت توقعت ولا لأ هيحصل هيحصل. أما الساعات اللي فاتت ليلى عبد اللطيف أثارت حالة من القلق بين جمهور السوشيال ميديا، خاصة بتوقعاتها عن الوسط الفني وحياة الفنانين وأعمالهم. ليلى عبد اللطيف، أو زي ما بيقولوا عليها سيدة التوقعات، في حوارها مع الإعلامي نشان توقعت المفاجأة بالنسبة لمحمد رمضان، وإنه لازم ياخد باله جدا ويحذر من موقف أو حادثة هيقع فيها وهتأثر عليه وعلى نجاحاته، يا ترى ممكن تكون إيه؟ كمان توقعت إن مع الأزمة اللي هتحصل دي هيحقق نجاحات كبيرة جدا هتوصله للعالمية، وهياخد كمان جوائز كتيرة جدا، لأ وكمان هيغني مع مطرب أمريكي. قالت كمان إن المطربة نجوى كرم هتضيء سماء الخليج بحفلات استعراضية وغنائية ملهاش مثيل، هتحقق كمان رقم قياسي جدا للحضور. كمان نانسي عجرم هتدخل عالم التمثيل وهتمثل فيلم استعراضي ضخم جدا، من خلاله هتبقى زي سندريلا سعاد حسني في خلي بالك من زوزو. إليسا كمان هتعوض كل خلافاتها وكل الأزمات اللي مرت بها في عام 2022، هتمسك منصب قيادي سياسي وجمهورها هيدعمها وهيقف في ظهرها، وشعبيتها كمان هتزيد أكتر وأكتر. وعلى المستوى الفني هتعمل أغنية قديمة لفنانة من الزمن الجميل هيتحيي من خلالها ذكراها. كمان هيفا وهبي هتعدي كل الظروف الطارئة اللي عانت منها الفترة الأخيرة، وباستخدام ذكائها هتقدر إنها ترجع حقوقها بالكامل، وشخصيات مصرية هتساندها أمام القضاء المصري، خاصة بعد أزمتها مع مدير أعمالها محمد الوزيري. أما عن المطرب وائل كفوري، فتوقعت ليلى أنه هيدخل في طريق الأعمال الخيرية وهيعمل جمعية باسمه هدفها مساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة دي، وهيعمل حفلات كتير جدا وأرباحها هتكون للجمعية دي. توقعت كمان ليسرى أنها هتقدم عمل فني تاريخي عن قصة تاريخية محدش عملها قبل كده. التوقعات بقى اللي تقبض القلب، ليلى قالت أن فنان لبناني أخباره هتبقى في العلن، وهيتهم كمان بقضية مخلة، ولكن رفضت انها تصرح عن هويته او اي تفاصيل عنه. كمان توقعت برحيل فنان او اتنين بنفس طريقة رحيل الفنان طلال مداح وفريال كريم، وده على خشبة المسرح اثناء شغله اما بيمثل او بيغني. كمان طلال مداح مات وهو بيغني على خشبة المسرح، وكان ماسك العود بتاعه في ايده وفي قمة اندماجه وانسجامه مع الجمهور من كتر الطرب اللي كان بيغنيه. فجأة وقع من على الكرسي ومات وأغلقوا الستارة، وكانت وفاته صدمة لكل محبيه. كمان الفنانة اللبنانية فريال كريم اللي اشتهرت بأغنيتها الخفيفة المفرحة جدا وليها أعمال كتيرة جدا في السينما والتلفزيون، وقعت على المسرح وهي بترقص وبتغني وبرضو وسط الجمهور وبعدها اتوفت. يا ترى ممكن التوقعات دي تتحقق؟ طيب هل ممكن الفنانين ياخدوا بالهم خاصة بعد رحيل جورج الراسي؟ طيب هل ممكن يحصل اللي مش على البال ولا على الخاطر؟ ولا برضو كذب المنجمون ولو صدفوا؟